دموع هالبي ابن الخمسين سنة سبب مرض صار عمره 7 سنين. بال2017 تشخص جورج دعبول بي لثلاث أولاد بسرطان الرئة. اختلفت أدويته وتنقل من مستشفى للتاني ليتلاقى الحل لوضعه بحنجور شهري من اللور برينا، دواء بكلفة 4000 دولار. بلشنا بالدواء مشي حالنا، يعني صرت كل مرة عن مرة اتقدم انه بالعلاج للحكيم، برافو هالدواء اخذ عليك اخذ عليك. بس وصلنا هلا لمرحلة ما عم فيني بقى اشتري. هلا انا لي شهر تقريبا بلا دواء. حياة جورج اللي ما عنده لا ضمان ولا تأمين، معلقة بدواء منه حتى مدعوم. انا بطلب من عن يسمعني اذا بيقدر يساعدني مشان تضل واقف تساعد قدام عائلتي، تضل خدوم. من 2017 نحن كل سنة أصعب من سنة، واجت هالأزمة قضيت علينا. ما بتمنى إلا يضل منيح، أكثر من هيك ما بدي. بن جورج الكبيرة يلي بتبلغ 25 سنة هي معيلة البيت، بس لوحدها ما فيها تكفي. إذا وقتها بشوف بنتي رايحة على الشغل بالشتاء والله منقهير، بيضلوا حوالي يا حرام، بيومهم بالليل بيستفقدوني. أيام بيجيبوا فرشة تاخد بيشيلوها بيحطوها هون تيناموا حدا. مشوار جورج مع العلاج مدى الحياة، وهو كل شهر بحاجة ل 4000 دولار كاش، مبلغ كفيل يقومه من تخته ليرجع يلعب دوره كمعيل للبيت. أمنية صغيرة سعرها كبير، بس محبة الناس أكبر بكتير.